الأطفال هي شخصيات مختلفة، وكل طفل يمكن يمتلك عادة ممكن تكون سيئة وممكن تكون منيحة. بس أكثر عادة بنلاحظها عند بعض الأطفال هي الخجل اللي بيترافق مع شخصية الطفل. لنتوسع بهذا الموضوع أكثر، معنا اليوم ضيفتنا بالاستديو رندا علي ديب، أخصائية علم النفس والتربية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نتعرف أكثر أو نعرف شو هو الخجل عند الأطفال، ويمكن بأي فترة بيكون بالذروة. هلأ الخجل هو موجود عندنا كلنا، ما في إنسان ما بيكون عنده خجل، بس هاي السمة بتتفاوت درجاتها بين طفل والتاني وبين إنسان والتاني. طول ما كانت هي بالحد الطبيعي والمقبول وما له معيق لحياة الطفل فهي أكيد مقبولة وظريفة تكون بشخصيته. أما إذا تعدت الحد الطبيعي وبلشت تعيق حياته وبلشت تعمل له مشاكل معينة فهي لا، بتصير لازم نوقف عندها ونلاقي لها حلول ونبحث عن السبب الأساسي اللي خلى هذا السلوك يطلع عند الطفل. هي أكثر شيء بيبين لما بيبدأ الطفل يصير يوعى لمحيطه يتفاعل معه، من السنة للسنتين هي بتكون طبيعية كتير، وبحكم أنه هو بلش يتعرف على عالم غربة. من الثلاثة للخمس سنين فهي بتكون بلش نحن هون نراقبه انه قديه هو عم بيعذبنا ليقعد بوسط اجتماعي، شو السلوكيات اللي عم بيظهرها لنا. بعد هاي الفترة اذا كان بيعطي بقى مشاكل بالمدرسة، بصير في ممكن تأخر دراسي، ممكن بيختلف اكثر. الامهات بتجي بتقلي انه انا مو هيك ابني بالبيت، بالمدرسة مختلف تماما عن البيت. ممكن كثير يكون طبيعة علاقاته مع أخواته مع رفقاته، بيكون بيعطي أعراض معينة هي اللي بتقلي إنه هذا الطفل خجول وأنا لازم لاقي حل لهي المشكلة. يمكن كمان رندا حركات الأطفال كثيرة، ويمكن أحيانا الأهالي ما بيلاقوا لها تفسير أو بيعتبروها عادية، مثل لما بتقلك إنه بكرة بيصير، بس يصير بعمر ممكن يفك هذا الخجل. دور الأسرة أيضا بهذا الموضوع حتى إنه يطلعوه من حالة الخجل، يكون الطفل اجتماعي أكثر، يتعود على الناس اللي حتى لما عم يجوا الضيوف على البيت ما يتخبى منهم، ما يحس بالأمان. كيف فيهم كمان يتعاملوا مع هذا الموضوع؟ هو الخجل أكيد بيكون العنصر الأساسي لينوجد عند الطفل هو من الأهل ومن المحيط. حاعطيكي مثال، مثلا ممكن يكون طفل صغير فايت، مثلا فايت انا شخص غريب بدي سلم عليه، فهو حيكون خجلان وانه ما بده هيك، فهو حيكون بشكل طبيعي عم بيتصرف لانه بيلاقوا الاهل. في كمان حاله عكسيه انه في اطفال لا ابدا. هلا هو هيك هون بيبدا الموضوع، هو اكيد حيكون عم بيكتشف هالشخص الغريب اللي قدامه بغض النظر شو حيكون بعدها رد الفعل. هو لسه بيكون ها يعني واقف عم بيشوف شو رد فعل الشخص اللي مقابله، فلما بده يخجل شوي فانا انه ممكن كثير دعم هذا الموضوع انه وعززه انه حلو انه مثلا شو مؤدب شو خجول حبيبي او شي، فهذا حيعزز له هذا السلوك. وممكن كمان الام كمان تبادر بهذا الشيء، فهذا حيزيد موضوع الخجل وحيبلش ياخذ مساحات مبالغ فيها. فنحن كثير مهم لما سواء كان مندفع كثير الطفل او كان كثير خجول، نحن نكون على وتيره واحده، نحاول نساله كيفك شو اسمك. هلا هو ما حيرد اكيد، الام حترد لنا اسمه، فانه شو بتحب، انا مثلا بحب هيك، هو يبلش يكتشف بطريقه ايجابيه الشخص اللي مقابله، وبعطيه انا بالتدريج طريقه معينه لاكسر هذا الحاجز وهذا الخوف، ما يكون بشكل مباشر لانه هيك امور بدها تدريج لحتى تنحل. أكيد. نعم رندا، خلينا نحكي يمكن مثال مفيد الاهل فيه اكثر. اذا طفل خجول جاء لعندك، شو هي النقاط يلي يمكن بتعالجي له اياها؟ شو هي الطريقة على المدى البعيد يمكن تاخدي باعتبارات كثيرة انه على المدى البعيد ما ترجع له حالة الخجل؟ شو هي يمكن الإجراءات اللي بتاخديها بأول رؤية الطفل هو يمكن بعمر الخمس سنين بيخجل كثير؟
هلا لما بيجي لعندي طفل انا اول شيء بعلم الام كيف تتعامل مع هذا الطفل. كثير مهم نحن اسباب الاساسيه للخجل هي اول رعايه الزايده للطفل، اني انا بعمل له كل واجباته وما بخليه يحتاج انه هو، فلما بده يجي يتحمل مسؤوليه حيكون خايف وحيكون قلقان، فحيرتبط هذا بخجل وتراجع وما يقدر خليه يعتمد على حاله. تمام، اول شيء الاستقلاليه. وكمان لازم انا ما ميز بينه وبين اخواته ولا ميز بينه وبين رفقاته، كل شخص متفرد وعنده شيء مميز اكيد وبيبرع فيه، فانا بعلم الام دائما كلمات معينه تقولها لابنها، تعلم اخواته كيف يتعاملوا معه. حاعطيك مثال بسيط، نحن في سؤال كلنا بنهرب منه لما ماما بتشوفنا مجموعين المساء وبتقلنا انه شو بدكم تتغدوا بكره، فنحن كلنا بنهرب من هذا السؤال. هلا هذا انا بعتبره مفتاح بسيط انه هو يبدي رايه ونحن ناخذ فيه وتعمل له الاكليمات، قل له مثلا ما حدا بيحبها بالبيت مثلا، او هلا مثلا ما عندي غراضه ما تخجله يعني. ايوه تمام، فانه ولو تعمل له شوي له هي، او في بعطي انا كمان حيله بسيطه للاهل انه يكون في اجتماع اسري كل فتره، انه نحن عندنا مثلا هي المشكله بدنا نروح، او بدنا نروح مثلا اخر الاسبوع لنشاط، شو حابين يكون ياخذوا برايه ويقوموا فيه ويكونوا كلهم مبسوطين، ونعلم اخواته يتقبلوا، لانه دائما لما بيكون بيظهر الخجل بيطلع دائما لما بيكون في اخوه بيكون هذا ظاهر اكثر ما يكون واحد اخذ حق الثاني. اي تماما، ودائما لما بيكون الطفل مثلا ما عنده اخوه او هو وحيد دائما نحطه بوسط اجتماعي ونعلمه السلوكيات كيف يكون اكثر تفاعل. الهوايه كثير مفيده، دائما انا بشوف بسال الام انه شو حاطي بالنشاطات، حلو يكون في رياضات جماعيه، باسكت، موسيقى، كثير هذا الشيء بيشجع الطفل وبيخليه يكسر هذا الحاجز الخجل ويحطه بشكل متوازن، ما يتعدى كمان الاوفر انه ما يعود كمان خجلان ابدا، يعني يكون في حد كثير متوازن بشخصيته. يعني هو خيط رفيع كمان بين تربيه الاسره وحتى يمكن الطفل يعودوه على شو بحب. تنصحي انه يحطوا الولادة بيعمل مثلا سنتين ونص ثلاثة بالروضة، وتنصحي الأهالي إنه يخلوهم يفوتوا بهذا الجو؟ هلا أنا كتير بنصح بهذا الموضوع، مو بس من الناحية الاجتماعية، كمان من ناحية تفتح المهارات والمدارك والذهن كتير مفيد للطفل، وحتى كل من كان عمر مبكر بيكون أسهل لفصل الطفل عن والدته وفصل الأم عن ابنها كمان، فهذا بيعطي أكثر استقلالية، أكثر ثقة، كل ما اشتغلنا على الثقة فنحن أكيد حنشوف الخجل حيخف وحياخد الحد المناسب شخصية الطفل. نعم، يمكن هي معاناة كتير كبيرة هي الخجل، ولكن يمكن مثل ما ذكرتي بالبداية في عالم بيكونوا أو أطفال بيكونوا بالبيت أبدا ما عندهم هذا السلوك، ولكن خارج البيت بيمارس سلوك الخجل أو أي سلوك آخر، والعكس صحيح أيضا. هون المشكلة هي، كيف بيتم علاجها إذا طرح مثال من الولد عليكي؟ هلا اهم شيء يكون في تواصل بين الجهتين، يعني بيكون فيها فرق بهذا الموضوع. يعني كثير مهم الام او الاب يتواصلوا مع المدرس او المدرسه اللي خاصه مع بدايه، مين بيحب يسمع او يشارك او يرفع ايده، يمكن هن ما بيشاركوا خجل. تمام، بتلاقي صوته واطي، بتلاقي حتى اذا ما فهم ما بيقول ما فهمت. تماما، بتلاقي حتى ادراكيا، يعني هو عفوا مو ادراكيا، التراجع الدراسي تبعه بيتراجع، ما بيعود تركيزه مثل ما هو مطلوب، بصير بيشرد اكثر، بصير بحس حاله اقل من المجموعه اللي هو فيها. فانا بنصح سواء المدرس او الام نعطي مهمه للطفل انا متاكده انه بيقدر ينجزها، ان شاء الله لو يرسم خط وشجعه على قد هذا الخط اللي رسمه، وبلش بقى زيد بالاشياء ليقدر يعرف يكسب ثقه انه انا بقدر اعمل. لازم اذا كان كثير خجول بلش امتدح بشكله، بذوقه، بلبسه، هدول شغلات بسيطه، وكل الاطفال هن حلوين واكيد مرتبين، فانا بقدر اشتغل على هذا الموضوع وما اكون عم بغشه يعني. إذا بتحبي توجهي كلمة أخيرة لكل اللي عم بيشوفنا بخصوص هذا الموضوع؟
دائما انا بوجه هي النصيحه انه نحب اطفالنا بالشيء اللي بيناسبهم لمستقبلهم، لا الدلال الزايد مفيد ولا القسوه مفيده، هن ولا لازم يكون في توازن. احيانا بيكون نهار بنكون كثير عم ندللهم ونهار بنكون كثير عم نقسى عليهم، لازم نحافظ على وتيره واحده متوازنه بعلاقتنا مع اطفالنا لحتى يعيشوا حياه منيحه ويذكرونا بالكبر. نحن بدنا نشكرك كثير رندا ديب على هي المعلومات وكل شيء بتقدمي لنا اياه بخص الاطفال من سلوكيات وحمايتهم من اجل المستقبل يكون متوازن اكثر ان شاء الله.